التطوير. ويمكن من أهم الأشياء اللي استخدمناها يعني اللي هي كان يمكن بادرة جديدة يعني أتمنى أن هي تستمر اللي هو التوجيه. طلبنا من كل قيادي في القطاع النفطي أن يصبح موجه أو يتبنى أحد الموظفين في القطاع النفطي ويكون هو الموجه له. والتوجيه مش تدريب يعني التوجيه هو لازم القيادي يستثمر من وقته الخاص في العناية بقيادي آخر. نشوف أن القياديين كثيرين وصلوا إلى المراكز اللي هم فيهم بتعبهم كانوا يتمنون يعني لما سألناهم وكنا نتباحث معاهم يقول كنت أتمنى أن يتبناني شخص ويقول اللي أنا قاعد أسويه صح أو اللي أنا قاعد أسويه غلط ويوجهني. ولكن كلنا تعلمنا بالصح والغلط وبالتجربة ووصلنا إلى ما هو إحنا عليه. فممكن أن إحنا نستفيد من هذا في أن إحنا نمسك إن شاء الله نمسك الكوتشينج بروسيس هذا اللي هو التوجيه في القياديين يعني نستفيد من خبراتهم كمعلمين إن هم ينقلون هذه الخبرة للأجيال القادمة. وأهم شيء يمكن اللي أحب أختم فيه يعني إن هو القيادي يستثمر وقته في تطوير قيادي المستقبل. ممكن نستثمر من المال ومن المجهود ومن التدريب كل هذا، لكن أهم شيء إنه إذا عطيت من وقتك كإنسان أو كشخص إنك أنت تهتم بشخص واحد وتقول له صح أنت على المنهج، ليس كتعليم أو كمدرس ولكن كموجه، تكون إحنا إن شاء الله إلى مستوى النجاح. شكرا. ننتقل إلى التجربة العمانية، وقبل أن أعطي المجال للأستاذ شبير حسين الإدلاء برأيه في هذا المجال، أركز على أنه تم التركيز على الاهتمام بالعنصر البشري في الكلمة الافتتاحية وفي كلمة الأخت سلمى وإيجاد البيئة المناسبة للابتكار والإبداع. فأرجو من الأخ شبير حسين أن يدلي يسلط الضوء على هذه المجالات. شكرا أخي فوزي. طبعا الدكتور والأختنا ما بقول لي شيء أتكلم فيه، فبحاول أني أختصر شوي. طبعا بداية حبيت أشكر مؤسسة الفكر العربي على دعوتهم الكريمة، لي الشرف التواجد في وسط هذه النخبة من المفكرين والأكاديميين العرب. من المناسب قبل أتكلم عن رأس المال البشري أن أتكلم عن إشادة عالمية للسلطنة مؤخرا في آخر تقرير صدر في شهر نوفمبر عن برنامج الأمم المتحدة للتطوير UNDP حول التنمية البشرية. تم تصنيف السلطنة الأولى عالميا في سرعة معدل التنمية البشرية، وحقيقة هذا إنجاز يتطلب منا التوقف عنده ودراسته. طبعا هذا التوجه المحلي والحكومي ينطبق على كل الشركات العاملة في السلطنة. وقبل أتكلم شوي عن المحاور اللي قامت بها السلطنة وبالتحديد شركة تنمية نفط عمان، اللي هي شركة وطنية مناط بها تطوير واستكشاف المواد النفطية في السلطنة، حبيت أعطيكم نبذة سريعة عن الشركة. طبعا الشركة تم تأسيسها منذ أكثر من 45 سنة. الشركة عدد موظفينها 5700 موظف، نسبة التوطين أو التعميم مثل ما احنا نسميها تقريبا 77%. طبعا الشركة عندها تحديات تواجهها مثل أي شركة وطنية أخرى. التحدي الرئيسي اللي عندنا مثل ما ذكر الأستاذ سمير هو طبعا الكفاءات، وجود الكفاءات الوطنية. بس التحدي الأكبر هو التكنولوجيا المستخدمة اليوم في صناعة النفط والغاز. النفط العماني بطبيعته هو نفط ثقيل، فالتكنولوجيا اللي تحتاجها الشركة لإنتاج هذا النفط قليلة ومتوفرة ضمن مجموعة بسيطة من الخبراء. وبالتالي الشركة طبعا قرارها الاستراتيجي كان الاستمرارية في وجود هذه التكنولوجيا واستمراريتها ضمن طبعا الموظف العماني. فأنا بركز على ثلاث محاور اتبعناها بالشركة، وهي تجربة أخرى في السلطنة لتنمية الكادر العماني في الشركة. طبعا احنا نظام الموارد البشريه عندنا بالشركه قائم على مبدا مهم، احنا هدفنا المنافسه في السوق المحلي على اربع اتجاهات معينه ومحدده جدا. اولهم المزايا الماليه، احنا طبعا نوفر افضل رواتب ممكنه في السوق المحلي.
ثانيهم طبعا الامتيازات الوظيفية، احنا نقدم للموظف العماني يعني من قروض بلا فائدة لحد مزايا زي العمل المرن والعمل من المنزل وغيرهم من الأشياء اللي يطلبهم الموظف الشاب الحديث بالعمل. الشيء الثالث اللي احنا كمان نتميز فيه اللي هو التدريب والتطوير. الشركة تصرف ملايين الدولارات على التدريب وتدريب الموظفين، وطبعا تدريبهم مش داخل السلطنة حتى خارجهم. أنا مثال من هذا الموظفين، أنا اشتغلت في الشركة تقريبا 16 سنة حاليا. أول 10 سنين اشتغلتهم بالسلطنة، ولما وصلت إلى مرحلة معينة من الكفاءة الشركة بعثتني إلى خارج السلطنة وعملت في شركات عالمية مثل الشل وغيرها في مناطق مثل روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. والفكرة أنه الموظف العماني يجلب هذه التكنولوجيا والأفكار إلى السلطنة ويطبقها، وحن دائما ندعم فكرة think global act local، فكر بشكل عالمي بس لا تنسى الوضع الكونتكست المحلي. الشيء الأخير واللي مهم جدا عندنا بالشركة هو الانفايرمنت، البيئة العمل. الشركة تشجع جدا على الابتكار. احنا امس تكلمنا كثير عن خلق مناخ الابتكار. الشركة لا تعتبر الابتكار ميزة وانما من طلبات العمل واللي يقيم عليها الموظف. احنا عندنا نظام بالشركة اسمه نظام شكرا، مبني على فكرة انه لا توجد فكرة سيئة. اي فكرة يقدمها الموظف لتحسين انتاج لخفض النفقات يكافئ عليها فورا بمبلغ مالي ولا واحدة من الحوافز حسب الفكرة وطبعا اثرها على الشركة. وهذه واحدة من عدة مبادرات لتشجيع الابتكار. المحور الثاني، طبعا احنا لا نؤمن باستراتيجية one size fits all، مقاس واحد للجميع. احنا نؤمن انه الشركة فيها مجموعة من الفئات الموظفين ولكل فئة احتياجات معينة. انا بعطيكم مثالين من هذه الفئات عندنا بالشركة. اولهم طبعا المهندسين الجدد. احنا اسسنا جمعية من تقريبا 5 سنين هدفها تزويد الموظف الجديد المهندس بالأدوات اللازمة لإسراع عملية مساهمته بالشركة. هذه الجمعية يعني طبعا يعني تشكلت من المهندسين أنفسهم الشباب الجدد اللي ما صار لهم بالشركة غير 3 سنين أو 4 سنين، ويشتغلون كموجهين للموظفين الجدد ويساعدوهم في اكتساب الخبرات بشكل أسرع، لأنه تعرف الموظف يأخذ فترة لحد ما يكتسب المهارات، بس لو وجد من يحفزه من سنه وبمر بنفس التجربة يساهم بإسراع عملية المساهمة فعالة بالشركة. الفئة الثانية طبعا المرأة العمانية العاملة بالشركة. احنا أسسنا جمعية اسمها جمعية حوا. جمعية حوا هدفها الرئيسي داخل الشركة تطوير المرأة العاملة بالشركة وإمدادها بالأدوات اللازمة لتساعدها للتوازن ما بين متطلبات العمل بالشركة ومتطلبات المنزل. وطبعا الحوا تقدم مجموعة من الأدوات والخبرات للمرأة العمانية العاملة بالشركة، وكمان لها توجهات خيرية كثيرة. يعني الجمعية قامت بمساهمات خيرية تفوق جمع مبالغ أكثر من 100,000 دولار خلال السنتين اللي فاتوا لأجل طبعا المساهمة في الأعمال الخيرية المحلية. المحور الأخير اللي هو التوجيه. احنا عندنا نظام فريد من نوعه، بما أن التكنولوجيا محصورة وسط خبراء معينين بالشركة، احنا عندنا كل خبير أجنبي بالشركة عنده عقد مع مهندس عماني يتأكد أنه هذه الخبرات تنتقل من هذا الخبير إلى هذا الموظف العماني خلال فترة يتفق عليه الاثنين، ويقيم الاثنين على هذا النقل الخبرات. طبعا الهدف من هذا الموضوع كله نتأكد أن التكنولوجيا مستمرة ومتواجدة داخل البلد ولا تخرج بانتهاء عقد الموظف الأجنبي. الفكرة الأخيرة طبعا اللي حبيت أنهيها أنه إحنا نطالب بالجميع الموظفين عندنا بالشركة والإدارة العليا، ونأكد لهم إحنا عندنا العمل بالشركة يعني مش عن ماذا أنجزت وإنما كيف أنجزت. فالمعاملة والأسلوب والعلاقات لعب دور كبير في تطوير الموظف. شكرا. شكرا أخ شبير على تسليط الضوء على التجربة العمانية في هذا المجال ولإيجاد البيئة المناسبة ولنقل الخبرات والابتكار والإبداع في هذا المجال. ننتقل الآن إلى الأستاذة رنا أبو قبعين.
والتركيز على عنصر مهم وحيوي تكرر كثيرا في الكلمة الافتتاحية وكلمات الأخوة والأخت سلمى أيضا، وهي ركيزة العلم وضرورة ربط العلم بالعمل. تجربة أردنية سيكون هناك عرض شرائح، فأدعو الأخت رنا للمشاركة بذلك.